السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن الاعلان الاول للحلقه 28 من مسلسل الحفره، الاعلان اللي كان متمحور حوالين يماش وافسون ومسال، عوده افسون ومسال ليماش بمثابه كده عوده الروح ليماش. فشفنا يماش وهو بيلعب مع بنته وبيقول لها انا ابوكي، والمشهد اللي كان رائع جدا ما بين يماش ومسال وبين جمالي وبنته وهم قاعدين بيلعبوا مع بعض، مشهد عاطفي جدا ومؤثر جدا وكان حلو ولفته جميله جدا من المخرج. وكمان يعني واضح جدا ان افسون خلاص دخلت في حاله عصبيه شديده جدا وانها يعني منهاره، وان ياماش هيحاول وياخد وقت طويل ان هو يرجعها زي ما كانت. الاعلان كله كان متمحور حوالين كده بس. الناس كلها يعني ناس كتير قوي متوقعه ان الحلقه هتبقى عباره عن افسون وياماش، وان هو بقى بياخدها بنت جمالي بيحاول يرجعها زي ما شفنا في الاعلان كده، بيحاول يخليها ترجع لطبيعتها تاني، وان الحلقه برضه هتبقى حفله ختان ادريس صالح، وان الحلقه هتبقى معظم الحلقه عن حفل الختام. بالفعل معظم الحلقه هيبقى عن حفل الختام، ولكن احداث الحلقه مش هتبقى كده فقط لا غير. فاحداث الحلقه ظاهريا هتبقى كده، هتبقى عباره عن افسون بترجع وخلاص وحفل ختام صالح اللي هياخد وقت طويل جدا من الحلقه. فهو كده من الواضح نزلت صور كتيره يعني ما قدرتش ما اشوفهاش بصراحه لانها كانت منتشره بشكل كبير جدا، وصالح واخد ادريس معاه بيلف بيه بعربيه الاول الحفره وبعدين بيلف بيه على حصان، وبعدين بقى حفل الختان في حفله. يعني بصراحه ما اعرفش سلو تركيا في حفلات الختان دي عامل ازاي، فهو عربيه حصان وبعدين حفله بالليل. فواضح جدا ان الحلقه هتبقى ممكن نقول نصها عن حفل الختان ده، وبعدين بقى مشاهد لإفسون وياماش، ولكن ده الظاهر. فالناس ممكن تكون متوقعه بقى ان هو هيبقى حلقه ممله وحلقه كلها دراما والجو ده، ولكن انهم تنسين حاجة مهمة جدا، ان في نفس قبل حفل الختان اصلا هيبقى في كمين، هيبقى في حرق المخدرات بتاعت عمه، بس الكمين هيبقى قبل الحفل الختان. فهم كانوا في حفل الختان الصور نازلة ان هم بيرقصوا كويس جدا، فهل يا ترى ممكن هنشوف مثلا هم كانوا بيرقصوا مع بعض في حفل الختان، فهل الكمين هيتأجل؟ هل الكمين هيتدمر ومش هيبان ان هو اللي ياماش؟ يعني مثلا هيبقوا متخفيين يعني ملثمين، مش واضح مين هو اللي عمل الكمين ومين هو اللي هيفجر البضاعة ولا لا. ده لغز كبير برضو. انا يعني لسه عايزين نشوف الاعلان التاني على الاقل، حتى عشان لان اكيد الاعلان التاني هيبقى بقى مشاهد من الختان ومشاهد من مشاهد الاكشن اللي بتحصل، فاكيد الحلقة الجاية هيبقى فيها مشاهد اكشن ومشاهد اكشن كتيرة جدا، لان زي ما قلت في حاجتين، في بضاعة هتتفجر وهتتحرق وفي كمين هيبوظ عشان خاطر ينقذهم المازوت. طب دلوقتي يعني المفروض ان هو هيبقى ياماش وجمالي ضد فارتولو، فبعدها واضح جدا ان هما بيرقصوا مع بعض، فامتى وايه اللي حصل؟ ده كلها تساؤلات كتيرة المفروض هيتجاوب عليها الاعلان التاني او الحلقة بقى ان شاء الله. بس انا اظن نتوقع ان الاعلان التاني هيبقى فيه احداث اكتر، فهيجيبوا زي ما قلت كده هيجيبوا بقى مشاهد من حفل الختان ومشاهد من اكشن، ويبقوا جمعينها كلها مع بعض كده. بس ده تقريبا كل اللي حصل في الاعلان الاول مع شوية توقعات للاعلان التاني وتوقعات اللي هيحصل ايه في الحلقة. في انتظار بقى الصور الرسمية اللي هتنزل كمان ساعات قليلة، والاعلان التاني ان شاء الله اللي هينزل بالليل، وان شاء الله يبقى الحلقة الجاية عن الاعلانين بقى نتكلم بشكل اكبر، حلقة تبقى اطول شوية يعني يبقى على امل في احداث كتير هتبان اكتر، فيبقى الكلام اكبر واوسع من كده. كده تكون انتهت حلقتنا النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.